السلام عليكم أصدقائي في حلقة من حلقات تاك جيستيون سور يوتيوب، الحلقة المتواصلة على موديل جيستيون بيجيتال أو البيجي اللي كيعرف الجميع. دونك البيجي البارتي المهمة فيه أو لا الحاجة المهمة فيه اللي غنطرقوا لها هذه الحلقة وفي باقي الحلقات إن شاء الله هو البيجي دو تريزوروري. البيجي دو تريزوروري غنتعرفوا عليه، شنو هو البيجي دو تريزوروري وكيفاش كيتحسب وشنو هما العناصر اللي داخلين فيه وكيفاش تنخدموا لي طابلو ايتاب بار ايتاب. دونك عندنا اول بارتي غنعرفوا في هذه الحلقه ان شاء الله لونكيسمون وديكيسمون، لي زونكيسمون ولي ديكيسمون، شنو المعنى ديال لونكيسمون وشنو المعنى ديال ديكيسمون. داكوغ، دونك غنعرفوا المعنى ديال كل واحد ونعرفوا شنو هما العناصر اللي داخله في كل واحد. دونك عندنا هذا الطابلو هذا اللي كيوضح لينا لي ديكيسمون ولي زونكيسمون. دونك لي ديكيسمون بهاد العباره هادي، لي ديكيسمون بهاد العباره هما اي حاجه خرجتها انا، داكوغ، يعني خلصتها، اي حاجه تنخلصها انا من جيبي كتسمى ديكيسمون، يعني اي حاجه غنخرجها كيتسموا المصاريف بهذا المعنى هذا، يعني المصاريف هما ديكيسمون. دونك المصاريف هما ديكيسمون، يعني في ليكزيرسيس اولا في ليكزامان ديالي العناصر او لي زوبيراسيون اللي كيكونوا عندي خصني نعزل او ندير تري لي زيليمون اللي داخلين في ديكيسمون. ما معناها باش كنعرفها؟ اي حاجه غتخلصها لونتربريز داخله في ديكيسمون. داكوغ، مثلا بار اكزومبل لي ديت، لي ديت فورنيسور غنخلصهم انا، الفورنيسور كيتسالهم ليا غنخلصهم انا، دونك داخلين في ديكيسمون. لونسومبل لي شارج اكسترن، اي شارج اكسترن، لي شارج هما الاعباء، يعني لي شارج اي حاجه غتخلصها لونتربريز، سواء بار اكزومبل بحال مثلا لوكاسيون اي شارج لوكاتيف، بحال لونتروتيان اي ريباراسيون، بحال مثلا اي حاجه غتخلصها لونتربريز داخله في لي اونسومبل دي شارج اكستر. دونك لي شارج بيرسونيل اي شارج سوسيال. شارج بيرسونيل ما معناها؟ بار اكزومبل سالير، السالير داخل في شارج بيرسونيل، ولي شارج سوسيال هما السي ان اس اس والكوتيزاسيون سالاريال، دونك كوتيزاسيون دو لا سي ان اس اس بار اكزومبل. دونك وعندنا لي زانتيري فينونسيير، لي زانتيري فينونسيير بحالاش؟ مثلا انا نخلص لانتيري، لونتربريز مسلفه او لا واخده واحد الكريدي وغتخلص لي زانتيري، انتيري دي زومبرا اي ديت. مثلا قال لي راه خديت واحد لومبرا جديد ياك، وغنخلصو غنخلصو بارتريطات، بارتريط يعني لي زانويتي كيتسموا لي زانويتي ومعاهم لانتيري. دونك كيف ما شفنا في المات فينونسيير كنخلص طريطه ديال الكريدي ومعاها لي زانتيري، دونك هذيك لي زانتيري اللي كنخلصتها هي كتدخل في ديكيسمون. دونك انتيري فينونسيير هذا هو المعنى ديالها. لي زاكونت الياس اي لو سول دي الياس، مثلا لي زاكونت عطاني في ليكزيرسيس قال لي راه لي زاكونت تريمستريال هما 10000 درهم بار تريمستر، يعني غنحط 10000 هنا 10000 هنا 10000 هنا، دونك غندخلهم في ديكيسمون. لي زاكونت الياس مثلا عندي الياس اللي غنحسبو في هذا العام، داكوغ، ولكن راه ما غادي نخلصو حتى العام الماجي، على شكل اش؟ على شكل دي زاكونت اللي غنفرقهم على لي تريمستر، التريمستر الاولى التريمستر الثانيه والثالثه والرابعه. والصوت دو الياس اللي هو الغوليكا، الا كانت عندي شي غوليكا غنخلصها، الغوليكا مثلا ديال شهر 12 غنخلصها حتى شهر 3، يعني على شكل تريمستر. نفس الشيء لي رومبورسمون دو لومبرا، مثلا ملي انا مسلف لومبرا، مسلف واحد لومبرا وغنبدا نخلص فيه، غنخلص فيه على شكل طريطه، يعني هنا ديكيسمون. اي حاجه كيف ما قلت لكم في ديكيسمون، اي حاجه غتخرجها لونتربريز غتخلصها، اي حاجه غتخرج من عند لونتربريز غتولي عبء على لونتربريز كتدخل في ديكيسمون. لي بايمون دو ديفيدوند، لي ديفيدوند شنو هما؟ لي ديفيدوند هما الحق ديال كل مساهم في الشركه، الشركه مؤسسينها ثلاثه ديال الناس، دونك هذوك ثلاثه ديال الناس كل واحد ملي كتحقق واحد ريزلتا نيت دو ليكزيرسيس كل واحد تياخذ لابار ديالو، الحق ديالو، هذه هي اللي كتسمى ديفيدوند، يعني الحق ديال لي زاسوسيي او لابار ديال لي زاسوسيي. لي شارج ديكسبلوطاسيون بار اكزومبل، دي شارج ديكسبلوطاسيون بار اكزومبل لاشا، عندي لي زاشا مثلا شريت ماتيغ بروميير، شريت مارشانديز، شريت اشا دو فورنيتور، اي حاجه اي شارج غتخلصو لونتربريز كندخلو في ديكيسمون. عندي واخر حاجه هي التيفيا دو، دونك انا التيفيا دو خصني نحسبها،
يعني البي جي كينقاسم لعدة ديكيسمون، كينقاسمو لعدة بي جي. باش نحسب البي جي تري ضروري خصني ندير بليزيور بي جي، منها البي جي داشا، البي جي دو تي فيا، والبي جي ديال لي زوتر شارج اكسترن. لي زوتر شارج اكسترن هو اللي داخل فيهم لومبرا والياس والشارج سوسيال والشارج بيرسونيل ولونسومبل دي شارج اكسترن الى غير ذلك. دونك هادو هما لي ديكيسمون. دونك هنا تعرف على ديكيسمون ما معناها. ديكيسمون اي شارج او لا اي عبء او لا اي مصروف غتحملو الشركه غتخلصو، غتخلصو ماشي غتخلص فيه، غتخلصو هي غتخلصو، اي حاجه غتخلصها الشركه كتسمى ديكيسمون. غنمرو لونكيسمون. لونكيسمون العكس ديال ديكيسمون. لونكيسمون شي حاجه دخلتها، اونكيسيت. اونكيسيت يعني شدات الشركه الفلوس، اي حاجه غتشد عليها الشركه الفلوس. بار اكزومبل لي كريونس كليون، انا عندي لي كليون ديالي، ها هما كريونس كليون، عندي لي كليون ديالي داكوغ، كنتسالهم انا الفلوس. دونك كريونس كليون يعني كليون كنتعامل معاه، غيخلصوني، غيخلصوني في داكشي اللي كنتسالهم. دونك هادو كيتسموا اونكيسمون لانني غنتخلص فيهم انا كشركه. لونسومبل دي برودوي دون بايمون ايفوني على شيونس. لونسومبل دي برودوي بحال اش مثلا؟ بحال فون دو مارشانديز. فون دو مارشانديز انا كنبيع السلعه وجا الوقت ديالها فاش غنتخلص فيها، كندخلها في لونكيسمون. عندي لي برودوي فينونسيير بار اكزومبل، كيما قلت لكم لي برودوي فينونسيير اللي غنتخلص فيهم انا. مثلا انا مسلف شي واحد مثلا او حاط فلوسي في لا بانك بار اكزومبل، ياك حاط ديبلاسيت ان سوم دارجون في لا بانك لواحد لا بيريود ديال 3 زون مثلا او لا بليزيور اني. دونك هذيك المده اللي حاط فيها انا فلوسي في لا بانك غنبقى نتخلص عليها لي زانتيري، داكوغ، غنتخلص لي زانتيري يعني غنشدهم انا ماشي غنخلصهم، غنشدهم. دونك اونكيسمون لي رومبورسمون دو بري مثلا. رومبورسمون دي بري انا مسلف سالاري ديالي، الشركات الكبرى مثلا كتسلف لي سالاري ديالها بحال لو سي بي مثلا، تيسلف لي سالاري ديالو مثلا باش يقتني دار مثلا، ولا باش يقتني واحد الفواتير، ولا باش يقتني واحد لي موبيليزاسيون. دونك هذاك السالاري تيرجع للشركه هذيك القيمه. دونك الشركه كتاخذ فهاد القيم، فهاد الحاله هذه كتاخذ فلوس ماشي كتخرجهم. دونك كتاخذهم مداخيل. لونكيسمون هما المداخيل، اي حاجه كتدخل للشركه. دونك لي نوفو اونبرا، دابا نوفو اونبرا يعني ماشي انا غنخلص لونبرا، يلا خديته، يلا خديته بقي، يلا خديته من لا بانك مثلا، يلا تسلفت من لا بانك، شاد الفلوس في يديا ماشي غنبدا نخلص، باقي ما بديتش كنخلص لونبرا، يلا شادو، يلا خديت كريدي اليوم، درت كونطرا وخديت كريدي اليوم. دونك فلوس شديتها ماشي خلصتها، دخلتها للشركه. دونك نوفو اونبرا هذا هو المقصود بها. اوغمونطاسيون اون ارجون دو كابيتال، اوغمونطاسيون اون ارجون مثلا تيعطيك في ليكزيرسيس ولا في لوكا ديالك كيقول لك راه عندنا واحد اوغمونطاسيون دو كابيتال اون ناتور ولا اون ارجون. اون ناتور مثلا تيقول لك على شكل كاميو ولا على شكل ماشين ولا على شكل فواتور ولا. دونك هادوك اون ناتور ما كندخلوهمش لانهم اون ناتور شي حاجه مصنوعه يعني حديد، ماشي فلوس. دونك انا كنهضر على الخزينه، الخزينه العامه ديال لونتربريز، لا تريزوروري. لا تريزوروري كتدخلها فلوس، ما كتدخلهاش طوموبيل ولا كاميو ولا ايموبيليزاسيون. دونك داكشي علاش كندخل اوغمونطاسيون اون ارجون، كندخل غير الفلوس، اما اوغمونطاسيون اون ناتور ما تندخلهمش في لونكيسمون. داكوغ. دونك هادو هما لي ديكيسمون اللي هما المصاريف، داكوغ، ولي اونكيسمون هما المداخل. تعرفنا على كل عنصر من العناصر في ديكيسمون و لونكيسمون. دونك غنتعرفوا على المرحلة الثانية اللي هو التفصيل او التنظيم ديال لا تريزوري او البيجي دو تريزوري، كيفاش تنخدموه، كيفاش، شنو هما لي زيتاب. دونك كندير اول حاجة اونكيسمون، داكوغ، اونكيسمون، وتنديرها على شكل دي بيجي. كنبدا نصاوب طابلو ديال البيجي دو فونت، ياك، داكوغ، غنتعرفوا عليه في الحلقة الموالية، والبيجي دي زوتر برودوي، كاع داكشي اللي بقى من غير لي فونت كندخلو في واحد الطابلو كيتسمى بيجي دي زوتر برودوي. دونك لونكيسمون غنقسمو على جوج ديال لي بيجي، داكوغ، باش في الأخير ملي نبي نصاوب طابلو ديال لونكيسمون نجمع هادي مع هادي باش تسهل عليا المأمورية. دونك ندير الطابلو ديال بيجي دو فونت والطابلو ديال لي زوتر برودوي او بيجي دي زوتر برودوي، ومن بعد نجمعهم في ان طابلو كبير اللي كيتسمى طابلو دونكيسمون. دونك هذا باش كتسهل عليا المأمورية.
بالنسبه للديكيسمون فيها ثلاثه ديال لي بيدجي، غنصاوب الطابلو الاول ديال البيدجي دي زاشا. اش غندير فيه؟ غندير فيه لي زاشا تي تي سي، يعني لي مونطون ديال لي زاشا تي تي سي بلس كريونس، ياك كريونس كليون تي تي سي اللي عندي في البيلون لي فيغورون او بيلون دو لا بيريود. دونك هذا غندير الطابلو ديال البيدجي دي زاشا. من بعد البيدجي دي زوتر شارج اكسترن، يعني داكشي اللي ما تبقى من غير البيدجي داشا والبيدجي دو تي فيا، غنسميه البيدجي دي زوتر شارج اكسترن. والبيدجي او الطابلو الاخير اللي غنحسب فيه تي فيا، لان كما شفتو في الطابلو اللي درنا قبيله عندنا ان بيدجي او لا عندنا تي فيا داخله في الديكيسمون، دونك خصني نصاوب ليها ان طابلو ديالها، والتي فيا معروف الطابلو ديالها اللي غنشوفوه في الحلقات الماجيين ان شاء الله. دونك الى هنا اصدقائي انتهت هذه الحلقه، فقط هذا الجزء الثاني ديال الجيستيون بيجيتير في البيجي دو تريزوري. التقيوا معنا في الحلقه الماجيه تواليا باش نتعرفوا على البيجي ديال لي فونت ان شاء الله. الى ذلك الحين اقول لكم مع السلامه.